تريحوني مايك ضحكتك. طيب تعال هتام تعال 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 عندك شعر شيك بتروح تخلينا بدون شعر ما ينفع. يلا سمعنا الشعر. إني لا أفتح عيني إلا أفتحها وأفتحها على كثير ألقى كلهم. الله عليك كلهم صح لسانك. مين قال لك الشعر هذا؟ أيوة مين الشعر؟ شعر مين كتبه؟ من عامر. من عامر؟ مين عامر؟ عامر ذا. وش اسمه في البرنامج؟ سلهب. وش اسمه؟ سلهب. والمعد اللي قبل شوي ايش اسمه؟ برا برا؟ اي اللي سلمت عليه؟ نادر. أبو سلهب شيبوب. شيبوب؟ اي سلمت على شيبوب؟ سلمت عليه. تحب شيبوب ولا لا؟ الصدق الصدق اني احبه. الصدق انك تحب كثير ولا شوي؟ كثير. كثير؟ ايه مره. ايه طب وسلهب؟ كثير. كثير برضو؟ ايه. طب تحبني انا؟ ايه. كثير ولا شوي؟ كثير. طب ايش اسمي؟ تن ترارارن تن تن. تحبني بس ما تعرف ايش اسمي؟ ما ادري. ما تعرف ايش اسمي؟ ما سمعت الاسم. آه ما سمع الاسم أمس. طيب تحب فضائي؟ إيه. طيب كيف يقولون عائلة المياو إذا سولفوا؟ كيف كيف كيف؟ أرفع الميكروفون. أرفع أرفع الميكروفون. ما أدري نسيتها. هذه قطوة معها مغص. بطلنا تعورها. نبغى قطوة طبيعية. كيف؟ كيف يسولف شيبوب طيب؟ إذا قال لولده سلهب ايش يقول؟ إني لا أفتح عيني. ايش؟ ارفع المايك. يسوي الشعر. الشعر، يلا قول لنا مرة ثانية الشعر، آخر مرة. يلا. إني أفتح عيني إلا أفتحها. على كثير. أفتح أحلى واحدين. الله عليك صح لسانك. سمعونا قول تحية. يلا شكراً. يا حي الله الطلة في عيدنا نتسلى وحيدنا عنا ولا كل هالدنيا لأجلك. إحساسي إحساسي يقول إنه الشعر هذا من كيسك ولا هذا الشعر يردد سلهب؟ سلهب في برنامج مرجانة. طيب شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.